ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأيضا السعادة سفير التركي والقائمين على مصنع بيكو. الحقيقة عشان نشرف النهاردة بافتتاح هذا المصنع اللي هو الحقيقة صرح صناعي عملاق بيتم إنشاؤه على أرض مصر، والحقيقة يمكن يعني مصدر السعادة الكبير لنا النهاردة إن ده واحد من الشركات العالمية الكبرى اللي الحكومة المصرية استهدفت إنها تجتذبها للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع، مش فقط عشان تغطي السوق المحلي ولكن أيضا عشان يبقى مركز إقليمي للتصدير لكل منطقة الشرق الأوسط بل وأوروبا أيضا. احنا استهدفنا لو نذكر حضراتكم ثلاث شركات عملاقة، كان شركة هاير الصينية العالمية اللي هي أكبر شركة على مستوى العالم، ويعني شرفنا بقيام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح المصنع. النهاردة احنا موجودين في شركة بيكو اللي هي تاني أكبر شركة على مستوى العالم، والشركة الثالثة هي شركة بوش اللي هي إن شاء الله برضو حيفتتح مصنعها في القريب العاجل. أهم شيء إن هذه الشركات لما تم التفاوض معاها يعني الحقيقة عملنا كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، ادينا لهم الرخصة الذهبية، أتحنا لهم الأرض بتخصيص مباشر، والحمد لله كل شركة منهم قدرت تخلص المصنع بتاعها في ظرف سنة. اللي حضراتكم شايفينه ده اتعمل في سنة واحدة. النهاردة الطاقة العمالة في المصنع 650 عامل، هترتفع إلى ما تصل إلى 2000 عامل إن شاء الله في خلال الفترة الجاية. شايفين حضراتكم الاستفادة، بيتم الاستفادة بأحدث تكنولوجيات على مستوى العالم، التصنيع بعمالة مصرية مدربة على أحدث مستوى، بيستفيدوا من خلال أقسام البحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية والشباب المصري الواعد من الجامعات بأفكارهم بيتوح لهم إنها تتطبق. فالحقيقة نموذج شراكة ناجح كبير جدا. إن شاء الله الدولة المصرية كلها كحكومة وطبعا بتوجيهات فخامة الرئيس وبدعم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اللي النهاردة شغالة على هذا الملف المهم، هنجتذب بإذن الله أكبر عدد من الشركات العالمية على مستوى العالم في كل القطاعات، وده استهدافنا ودي أهدافنا النهاردة كحكومة، أن يبقى عندنا في كل القطاعات الصناعية أكبر منتجين في العالم موجودين في مصر بإذن الله. مرة أخرى أنا سعيد جدا بوجودي معكم النهاردة في افتتاح هذا المشروع، وإن شاء الله هيكون هناك مزيد من الافتتاحات في الفترة القادمة جميعا. شكرا لحضراتكم.